الخير، رايحة أسلم الجوال لصاحبته اللي فازت فيه. الحمد لله طلعت من غزة وحسلمها إياه بإيدها في المتجر تبعي إن شاء الله. وكمان اليوم رايحة دكتور الأسنان عشان أنا كتير بنت شاطرة وبحافظ على تقويمي كتير، وكسرته أول مرة أكسره من قدام ومش خارج واحدة خرزتين. فكمان بتمنى إنه اليوم أقدر أغير لون التقويم، بما إني هيك يعني حغير الخرزات، فإن شاء الله إن شاء الله أكون قادرة أغير لون التقويم، عشان عن جد يعني مش طايقة حالي في الأمانة. فيش بعد السيلفر، تحطوش ألوان. مرحبا حبايبي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير، وانتوا بتشوفوا هذا الاعلان. اليوم مسابقتنا حتكون غير غير غير، لانه اليوم كمان حربحكم جوال زي المرة اللي فاتت، نفس جوال المرة اللي فاتت، عشان يكون في عدل. ما برضى لا بالعدل، فجبت لكم نفس جوال المرة اللي فاتت، حربح حدا منكم برضو نفس الجوال. وكمان فوق هذا الجوال جوائز صفحة عمان ميك اب ارتست. بس قبل خليني احكي الشروط علشان نطبقها بعدين نشوف الجوائز. الشروط بس انكم تعملوا لعمان ميك اب ارتست فولو، وتعملوا فولو للفولوينج ليست او للناس اللي متابعاهم صفحة عمان ميك اب ارتست، واللي هم بس 40 شخص، ما حيزيدوا اكثر من هيك، واللي ما حياخدوا منكم غير نص دقيقة، اي 30 ثانية. والجوائز هي 3 سلاسل ذهب وايفون 12. والحلو في الايفون انه هم بخيروكم، يا اما بتختاروا الوانه، يا اما بتختاروا حقه كاش، يعني بتاخدوا حق الايفون بس كاش بدل الايفون نفسه. واخر اشي حابة احكي لكم اياه هو انكم ما تنسوا تكتبوا التم بهذا البوكس اذا طبقتوا كل الشروط، اللي هي تعملوا فولو لعمان ميك اب ارتست، وتعملوا فولو للناس اللي متابعوا صفحة عمان ميك اب ارتست، عشان اقدر اسحب على الفائز. لقد تم تغيير لون التقويم بنجاح.